اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور، بنرحب بحضرتك في كارديو اليكس 2018. ممكن حضرتك تعرفنا بنفسك؟ هو انا دكتور عوض يوسف زيد، اخصائي امراض القلب، مستشفى امراض الصدريه معموره، ومستشفى الاي سي سي باسكندريه. اهلا وسهلا يا دكتور. دكتور، ممكن حضرتك تقول لنا ايه الجديد السنه دي في كارديو اليكس اللي لازم جونيور فيزيشنز يبقوا عارفينه؟ هو كارديو اليكس هو منظومه متجدده، يعني ببدايته لنهايته، من اول ما بدا لغايه دلوقتي، في في في, في الكيف والكم. يعني اول حاجه الكم ده، يعني كميه شباب الاطباء وكميه اطباء القلب اللي موجودين، يعتبروا من اكبر تجمع امراض قلب يمكن في الشرق الاوسط، يعني او يمكن في اوروبا كمان. الارقام دي مش موجوده، ده من ناحيه الكيف. يعني من ناحيه الكم بقى، هو كل اب تو ديت لكل حاجه، يعني اخر حاجه ممكن وصلت لها العلم في مجال القلب يعني وامراض الشرايين، وبتتقدم في سواء كان في تصوير القلب غير النافذ، او في الشرايين التاجيه، او اساطر القلب، او صمامات القلب، او هبوط عضله القلب، او الامراض المتعلقه بعدم انتظام ضربات القلب، او بمشاكل ضربات القلب. يعني مرسي جدا لوقت حضرتك يا دكتور. العفو.